وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب عيني، اليوم راح ناخذ املاءات اليونت الثاني. عندنا تمارين وعندنا اضافه الايدي، فهذن لازم نركز عليهم ودائما يجيبون بهن بالامتحان الوزاري. عندنا اول تمرين موجود بكتاب النشاط صفحه 33 تمرين بيه، هذا والعباس مهم كلش، حرفيا مهم، دائما يجيبون منه بالامتحان الوزاري، فركز عليه. هنا انه تحول لي هذن الافعال، انا معطيك فعل تحول لي فقط للماضي. مثلا عندي want، هاي بي الماضي تكون wanted، تمام؟ is بي الماضي، اما هي تكون was او were، هاي هنا هو مطيني فقط الاز، اذا اعطاني are تكون were. المهم هسه عندي الاز تكون was. say تصير said، تمام؟ arrive arrived فقط ضاف دي. laugh laughed همت ينضاف اي دي. land او lend lended، تمام؟ هذني تقريبا عندك هنا اضافت ايدي ايدي، هنا هماتين ايدي، هنا فقط ضاف دي، قلب الواي الى اي وضاف دي، هي شاذه، وهنا هماتين اضافت ايدي. عندك بعد هذني الافعال سنت سنت، واجه بالوزاري لوز لوست، تمام؟ فلاي فلو، سيت سيت هي نفسيتها، جيت جوت، بوت بوت، هذني ركز عليهم كلش مهمات، تمام. عندنا بعد اضافة الايدي، احنا بالموضوع اللي مع الماضي البسيط قلت لكم انه يا اما يكون الفعل اللي نضيف لايدي يا اما يكون شاذ. هسه هذا النهمات يعني اضافة الايدي، شوفوا هسه هذا الفعل اللي هو ارايف فقط ضفت ايدي، فاحنا هماتين عندنا فد ملاحظات نركز عليها شلون نضيف الايدي. فاذن الملاحظة الاولى، اذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح واحد وقبل حرف علة واحد، فبهاي الحالة تضاعف الحرف الصحيح وتضيف الايدي، تمام؟ يعني شنو عندك مثلا هاي السوب، بس خلي القلم، شنو حروف العلة؟ خاف طالب ما يعرف حروف العلة هن الاي اي او اي يو، هذن حروف علة. فانت اذا شفت الفعل منتهي بحرف صحيح مو من هذني وقبل حرف علة من هذني واحد، فبهاي الحالة تضاعف الحرف الصحيح وتضيف الايدي او تضيف وتضيف الايدي. فهنا نشوف عندي هاي بما منتهي بي مو من هذني قبل حرف علة من هذني، فايش سويت اني؟ ضاعفت الحرف الصحيح الاخير وضفت ايدي، تمام؟ هاي الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية، اذا كان الفعل ينتهي بي فقط نضيف دي، يعني مثلا هاي ارايف هسه اللي اخذناها فوق بالتمرين فقط اضيف دي، تمام؟ مثلا عندك فعل لايك يجيب لك اياه بالامتحان، فانت شو تسوي؟ فقط تضيف الدي. ملاحظه ثالثه، اذا كان الفعل ينتهي بحرف واي، تمام، وقبل حرف صحيح، اوكي، يقلب الحرف الواي اللي هو الاخير الى اي ونضيف اي دي. مثلا عندك ستادي، صارت استادد، قلبت الواي، هاي الواي اخر وحده قلبتها الى اي، وبعدها سويت ضفت ايدي، تمام. بعد عندنا ملاحظه، لا نضاعف الكلمات التي تنتهي ب دبليو اكس او واي، هنا أنا ما تضاعف، هنا شوف هنا أنا بلاي ضفت قبل ايدي، هنا أنا اللي منتهي بحرف واي وقبل حرف عله فقبل ضفت ايدي. الملاحظه الثانيه فيكس، شو سويت انا؟ المفروض منتهي بحرف صحيح على الملاحظه الثانيه. الملاحظة الأولى تقول إذا انتهى بحرف صحيح وقبل حرف علة لازم تضاعف الحرف الصحيح وتضيف إيدي، لكن هنا الفكس إذا قلت لك إذا انتهت بهذه وهذه وهذه لازم قبل تضيف إيدي، أو شو قبل تضيف الإيدي، تمام؟ عندك بعد التصاريف الأفعال، عندنا تصاريف ما يمشن على قاعدة، يعني هسه اللايك هو بالامتحان ممكن يقول لك لايك، أنا سويت الهيض صارت لايكت، ضفت لها ايدي، قبلت اضافة الايدي. يابا بوت فراغ، فبوت مو تجي انه انت تفهم انه عود فهمت انه هنا أنا لايك حولها للماضي صارت ضاف لها ايدي، مو تجي انت بالامتحان تقول بوت وضيف لها ماكو هيجي البوت، هاي البوت هي من الافعال الشاذة،
تمام ما تمشي على قاعدة. فبوت بالماضي شو تصير؟ تصير بوت نفسيتها، فأنت بالامتحان تكتب بوت وهكذا. فهذه الأفعال لازم شو تسوي؟ لازم تحفظهن. أنا مقسمهن لك إنه هنا أنا كاتب لك فعل يكون نفسيته بالفعل المجرد وبالماضي وبالتصريف الثالث. هسه التصريف الثالث لا تحفظوه، حفظوا لي فقط هذا وهذا، تمام؟ يعني هنا let هي نفسيتها let بالماضي، put نفسيتها cost cost، head head، read read، و heart heart، تمام؟ هاي الأفعال عندنا هيك يصير. عندنا مجموعة ثانية أفعال تكون متشابهة بالتصريف الثالث وتختلف بالماضي. هسا التصريف الثالث خيولي هنا عديران تكون فقط اليو تنقلب إلى I، come همات يعني الأو تتحول إلى I، و become همات يعني الأو تتحول إلى أي. أحفظ ليها. وعندنا مجموعة بعد إنه الأفعال تكون متشابهة بالماضي بالتصريف الثالث. هسا التصريف الثالث إحنا لن نحفظه، خلنا نحفظ هذا وهذا اللي إحنا نريده. فعندنا try تكون tried، pay paid، say said، bring brought، buy bought، think thought، lend lent، send sent، spend spent. هاي همات جايب الوزاري، هاي جايب الوزاري. tell told، و lose lost همات ركزوا عليها. make هاي made، هنا أنا ما مكتوبة اي بس الكي تحولت الى دي. دي leave left، hear heard، have had، get got هاي جايب الوزاري، find found، تمام. وعندنا مجموعة أخيرة، دقيقة، وعندنا مجموعة أخيرة اللي هي مجموعة تكون هاي قلت لك ثاني اللي تحفظ ياهن تكون مثلو نو نو بس الأو تحول إلى إي. ثرو ثرو، جرو جرو، رينج رينج نفسيتها تقريب بس الآي تحول إلى إي. سينك سانك، swim swim، شوف البس الآية تحول إلى أي. eat ate، fell fall fell، forget forgot، give gave، raise rose، see saw هاي ركزوا عليها. hide فقط الإي بالأخير حذفته. take took ركزوا عليها. drive drove، و speak spoke، و break broke، و be تكون يا اما was aware، و do did، و go went، و bait نفسياتها بس تحذف الاي بالاخير، تمام. هذني التصاريف لازم تحفظوهن، ما يمشن على قاعده، لان من اسمهن افعال شاذه، شاذ يعني ما يمشي على قاعده. شلون يجيك بالامتحان الوزاري؟ مثل ما قلت لك انا ذيك السنه قلت لك لوك صارت لوكت، ضفت لها اني دي لوس، مو تجي انت ماتين فقط تخلي لها دي، لا هاي لوس هي من الافعال الشاذه فتكون لوست. went wented ضفت لها ايدي، fly flow شاذه، did do did، get got، is was try tried. هذني وزاريات، هذني املاءات اليونت الثاني، طريقه دراسه الإملاءات. ركز وياي، ورقة وقلم وتكرار، مو تتباوع عليهن، مو تتباوع عليهن. هنا نركز ورقة وقلم وتكرار، تمام. أتمنى لك التوفيق ومع السلامة.